صباح الخير كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، الامور هانيه، صحه لاباس ان شاء الله، كاع تكونوا بخير وعلى خير مرتاحين واموركم مزيانه ان شاء الله. المهم كبيدات، هنا كنوجد فروي مخلطه القاديه باش نعطي للدراري يفطروا. طريقه زوينه البنات، ولادك ما كيبغيوش يفطروا بهذا الشيء، كيقول لك لا احنا بغينا السقاطه وبغينا هادي. كتقردي لهم بحال كتشفيفيحات، شويه البنان، فريز، المهم شو داكشي اللي عندك من شوفر. تقدري ديري لهم غير جوج فاكهات، كل حاجه منها وحده وحده، ولا على حسب شحال عندك ديال الوليدات. تقرديهم هكا، كدير لهم فيهم داك الكريمه، داك اللي كتكون سبراي، وغير شويه شويه داك البنيد اللي كيدار فوق الحلوه وداك الشيء، غير شويه كتحسيهم انهم راه كلاو السقاطه. بحال هكا غيبداو ياكلوا الفواكه، حيت دابا تعطيهم بعد ما الفواكه ما بغيناش. عرفتي كيضحكوني غير الدراري هاد النقيب، كنتفكر فاش كنا صغارين حتى حنا كنا كنديروا بحال هكا. شوفوا انتم كل مره واحد يجي ينقب ضحكوني. اما عفشوا البنات، راه الفواكه زوينين ومن الاولانيين تفطري بهم. وعاوتاني حاجه اخرى، حنا في العاده ديالنا كناكلوا الفواكه من وراء الاكل، بحال مثلا كنبغيو نتغداو داكشي تاع كنا غنغلقوا باش كناكلوا الفواكه. راه قال لك صحي تبدا من الاولانيين، عشان راه قال لك مفيدين بزاف، ومن الاولانيين عاد باش تغداي ولا شوفي شنو غادي تاكلي من بعد منه. صافي هنا كل واحد حطيت لي شويه، درت لهم الحليب ديال الفريز، وهنايا كما قلت لكم كريمه، وهنايا شويه ديال غير الشويكي. كانتم غتشوفوا شحال. نو يو نيد تو مايكرويف ات. يلا صحة صحة. ناو فاري نستعر. برافو. يلا دابا يلا فاري نستعر. تعطيت للدراري داك الشيء ديالهم. انايا هنايا حيت دابا الا ما عطيتيهم شي حاجه كيبداو يسولوك، عطيني من الحلوه، عطيني هذه، عطيني، دخلي لي فيه شويه الحلاوه ارحم من داك الشيء الاخر. صافي هنايا درت لهم عطيتهم يفطروا. انا درت هنايا قرقاع، خصني نشري الشيه سالات ليا. عرفتي تخيلوا معايا واحد الاكله زوينه كديري فواكه حتى ترقدي الشيه ليله كامله، حتى كترطب وكتزيدي على الفواكه، كتزيدي معها حتى القرقاع، تزيدي معها كتجي زوينه مع البلو بيري. رائعه رائعه البنات. Very good. صح بعدا فهم فاجينا. نايس؟ صح. Different. يا. صافي درت حليب اللوز وزدت عليه الكركاع. أنا ما شفت. Should I show to the camera? This time it's with nuts, banana, strawberry and almond milk, the favorite. بعدا شكرا لكم البنات بزاف، باقيين مساكن كيسولوا عليا وكيصيفطوا لي الوصفات ديال الشقيقه. عطيكم البنات غندير واحد الروتين، غندير شي حاجات لشعري مع كما قلت لكم دابا اللون باش يعطي. يلا وصلتني شي حاجه ديال الشعر، غادي نبارطاجي معكم حنينه غتشوفوا شنو هو البلان ديالها. صافي البنات، درت هنايا غوموج ديال البريكلي ديال الهنديه، غوميز زين وجهي وزهي غوميز مزيان، عرفتي مع هاد الشمس وهاد الشيء، والله الا عرفتي تبرونزين الدراري ولاو اخص بارين كتشد فينا حنا دغيا الشمس. انا فارين صافي قام مزيان يا اختي. واو ديال الحبوب، عرفتي ديال الحبوب البنات في وجهي. الكيس البنات الكيس قتلني، خرج والله داك الموقف ديالي من هذا امر لقاوني حالتي. رغم ذلك راني شاده ليكيليبر. صافي دابا غدا نوجد الغدا فكر عليا خليهم الصراحه فقنا معطلين. ايوا حبيباتي كما قلت لكم بغيت نوجد الغدا، غنوجد لاصوب ديال الشامبينيون، غنوجد الحيمات، وغدا نوجد خضره مبخره، وغنبداو عاوتاني حصص ديال النصائح كما ديك السلسله ديال النصائح اللي عقلتو عليها غنكملو فيها ان شاء الله. شكوني في حالي مني كيقرب الصيف، ولا بالاخص كتعرفي راسك انك مسافره ما كتبقاي باغا لا طيبي لا توجدي لا ديري والو. قال لي اختي شك ما بقيتي كتبغي ديري والو، قال لي لا طياب لا شي حاجه كتعيانه اصلا معاك مريضه، ولكن بلا داك الشيء دابا الحمد لله حسيت براسي بحال نقول لكم 50% اوكي، ولكن رغم ذلك خصكم ما بغاش تدخل الكوزينه عشان باش كتبان لي كوزينه ظلام. المهم هنا البنات هنا غندير المكور، وغادي ندير الفول، تشهيت الفول البنات
غنشدوها نفوره هو وهذا هو المكور شنو نديرو بجهه نخرج جهه وهذا في جهه ثانيه اخرى البروسيه فاش طيب لي انا الخضره ديالي غديري ليا الملح في الاول كنبغيهاش تنخرج نحس بها مديره صافي من درت هنايا غنخليه غادي يتبخر ولتحت غنستغلو وغادي ندير البطاطا تسلق تحت غنستغلو غندير البطاطا تسلق راه ديجا غليان صافي الفورين بحجر واحد وهنايا الشامبينيون ديجا قرطتو مع البصله بصلا درت جوج بصلات وحده غنديرها اللحم وحده غنوريكم واحد الطريقه ديال اللحم غزال فيه هنا اول حاجه البنات غادي ندير البصله مع الحيمات حتى يتشحروا مزيان وغندير لهم التوابل اللازمه وغنخليهم حتى يطيب لي اللحم يعني بحال تقولوا يطيب 80% عاد باش من وراها غادي نشد اللحم غادي نديرو في الفران عشي طريقه زوينه علاش بحال دابا غنختصر على راسي الوقت حيت دابا مثلا غتهزي اللحم وغديريه في الفران غياخذ لك واحد الوقت درت هكا باش نسهل عليا ومن نيت ناخذ لاصو قلت لكم يا البنات فائده به هذاك اللوصه هنا غير بغيت نعطيكم واحد النصيحه مع هادشي يلاه طرا غير البارح نعطيكم واحد النصيحه من وزاره الصحه قلت لكم واحد منين جي كيقول لك المسلم لا يلدغ في الجحر مراتين يعني اختي ملي كتضربك مره واحده مع شي شخص راه كاين عندنا في الاسلام ديالنا كيقول لك المسامح كريم وهادي وطق من هنا وطق من هنا ولكن هذا ما كيدعيش ان الاسلام كيبغي يقول لك كيقول لك انه خص الواحد يحني راسو ويدل راسو لا هادي ما كايناش كاع راه كيقول لك المسلم القوي خير من المسلم الضعيف يعني الانسان كياخذ واحد الموقف في حياته من تجاه واحد الشخص دارلك واحد الفتنه كبيره في حياتك ولا سرقك ولا خلو داك ولا شنو ما كانت هاد الحاجه المهم دار طعلك طعلك ومرضك في قلبك اذا تما شخصك دير ممكن انك تسامح حيت باش تسامح راه خاص يكون عندك واحد القلب كبير تكون وصلتي لواحد النيفو صبر يعني الا بغيتي تكون بحال يعني تكون صبار وقلبك كبير هذا راه ميزه كبيره كيتمتعش بها اي واحد ولكن ما تكونش عاوتاني مغفل الا كنتي مغفل ماشي تقول لديربك وتقول راه قلبي كبير لا تما كتدخل في القضيه ديال انك وليتي مغفل هذا هو اللي كاين يعني الانسان يخدم الحكمه ما يكونش صافي انا سامحت نرجع ها 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 الضحك والتريكي 24 ساعه دابا انايا هاد خيشي هادي هاد اللوسه هادي علاش قلت لهم صافي يلا الله يسامح ما كاين والو زعما راه دويت معاه يعني منين دويت الا انني سامحت لانني ما كنعرفش النافق لانني غنتحط فواحد الموقف انني مثلا غنكون جالسه معاه ولا غنكون حتى هي يعني ملي كي صالح لاخر مع خو ضروري غادي تكون حتى هي جالسه هنا شنو خصني ندير غادي تصالح حتى لي وجه الله ولكن حدود يعني ماشي انا اختي نبدا نطيح لك الباطل غتمشي تجلسي معاه وتعاودي الضحك والتريكر والله تيعاودها لك الشيء اللي كيغدرك مره كيغدرك 70000 مره لانه الدم ديالو فيه داك الشيء بحال شربات الماء يقدر يغدرك انت يغدر الاخر عنده كلشي بحال بحال ما عندوش المهم هو خاصو داك الندوه اللي فيه ديال كيستمتع بالالم ديال الناس هذاك راه فيه عمرها ما تقدر تحيد ليه لا انت ولا والديه ما يقدروش يحيدوها لك فهمتوا البنات فلهذا سامحي ما تكونيش مغفله تغارقي ليا حتى الاخر حد تقولي لي لا راني المسامح كريم والمسامح كريم اختي اه ولكن ما تكونيش عاوتاني مستوها هذا هو اللي كاين يعني دابا انايا بشي حد منين كنسامحو كنعاود نرجع عاوتاني كاين اللي كنقدر نسامحو كنخليه في اتساع كيبقى تم عمرني ما كنعاود نرجع معاه للتعامل مستحيل كنكون مثلا انا فيا طبعه لي طبيعه خايبه اللي صراحه دابا خوك وليت كنرضوني الانسان راه تيبقى غادي وكيكبر وكينضج كنت قبل اش كندير كنبدا نغرق مع الشخص من الاول صافي كنعطي كل ما عندي في قلبي دابا لا كان خوك كنعبر كندير شويه الحباسات اللي كيليبر زعما مع شخص جديد يلا غنتعرف عليه ولا يلا غادي نكونوا ندخلوا في واحد العلاقه مثلا صداقه وداك الشيء ولا كما كانت قضيه يكون عندي حدود يعني حباسات شي حاجه كتحرق ما عرفتش شنو هي اه هنايا داك ديال الصباح الاتاي صافي دخلتي داك الشخص ديري وقيسي ديري وقيسي ما تغرقيش كل ما عندك تعطي كل ما عندك من حب وتعامل وكل شيء فخرجت تلقاي راسك تزرفتي هذا هو اللي كاين تفضلت لكم بالنسبه لهذه يعني انا علاش صالحت علاش لانه كاين بزاف الحوايج اللي غادي يوقعوا قرايتهم بعيد حتى
ثانيا لوجه الله، يعني بنادم تفرجع عندك وقال لك اسمح لي راه الله كيسمح، ولكن ماشي انني نكون مكلفه نعاود عاوتاني نفس الاغلاط من الزيرو، بنادم يضحك عليا ويديرها بيا. لا تما تبقى شي منين قال لي هادي طاطا حسبتها بخشي ناقص نهضر معاك بالك بقاو تضحكوا وتريقيل وهادي حسيت بي ناقص في الهضره. صافي جمع هادي اللي نهضر لكم عليها باش كيسولوا لي فيه شحال عندها وهادي، هادي راه شنو نقول لكم تقريبا عندها شي قولوا 45 البنات 45 عيطات و داكشي بدا كيدوي باشير مع خويا خدات التليفون بدات تهضر مع باشير صحابه باشير غادي يدوي يقولها نكلمك اسيا قلت ليه واش ندوي اسمع صافي الله يسامح في التيسع تما تبقاي من دوي وما والو بدات تهضر معايا بالعربيه غنبداو نهضروا تقول لي قالش ما قالش طايح عليك شي باطل تما قلت ليه والله هاد المره غنمشي معاك لبلادك العربيه ما غندويش بها باش تستعم عنده ما يطيح عليك الباطل ما انا كندوي بها تهضر معايا ولا ما فهمتكش شي ماشي 100% زعما كتهضر بها زعما تدير لك هكا زعما 100% تهضر بها مزيان قلت ليها نقولها ما فهمتكش صافي خدمي الحيله حيله حتى العار دابا اختنا في الله اختنا في الله كتوجد راسها حسيت بها حيت هذه ماشي اول مره الايام الاخرى المهم صيفطات لي عاوتاني واحد الميساج قلت لها شي هاك جاوبها نتايا انا ما بقيتش كندخل في هادشي قلت لها تليفوني هذاك جاوب نتايا ما باغي نهضر ما والو انا على وجهك وصافي عرفتي دابا هادي شنو بغات كتوجد راسها باش الا مشينا بحال ما تجينيش انا مفاجاه انها كدوي معايا ولا هي جايه مفاجاه هي راه اصلا زاعمه بزاف غاجي غادي تهضر معايا وتحشتك دخلك داك الدخله من دابا بغيت نعلمها انني راه شاده منك الثقه وشوفني وداكشي تعلقني انا شوفو كيغلبني وجه ما كذبش عليكم شي حد كيجي عندي ما نقدرش نقول ليه صيفطاني بتيس على جيست المعيون ولا نحرقه ما نديرهاش ولكن ما نعطيش الفرصه لذاك الشخص هو غيحشم انه يجي عندي صافي باش نبقاو بعادي الا جا عندي مثلا وجهو كان صحيح وجا عندي هذاك ما نحرقوش ولكن ديما تعلموا انكم ما ترجعوش بنفس التعامل بحال دابا انا هادي غيكونوا جالسين داكشي صافي ونجلس ماشي نفاق لا فاس انا لو كنت منافقه راه غنرجع معاها كما كنت ولكن انا عقلي فيه تحرميات ولكن بغيت نربيها من الاول شديتي قرارك وانا شديتي قرارك هذا هو اللي كيرقب ياك والله الا جات ارتاحي في حياتك شوف الطريقه هذه قبل كنبدا نتصالع ونقابح علاش تقلتي فيا علاش وما بقى قابح هذا عطاولها ثقه عطاولها ثقه بغاها نعيش نرتاح نستنشق الاكسجين وانا مرتاحه في دماغي فهمتوا البنات المهم كبيدات غنخليه هنايا حتى هاد الشامبينيون شوف ليا من الماء ديالو راه هو طلق الماء البرودويات اللي كنوجد لكم الحمد لله عليهم واحد الاقبال كبير لا بالنسبه لاكام شعر لا بالنسبه للوجه دخلنا حتى الريسيل اللي كيقوي الشفار الريسيل اللي كيقوي الحجبان يعني شي حاجه اللي طوب فان شاء الله قريبا غتدخل حتى حنه رائعه حنه اللي كتلون الشعر السلام عليكم بنات رائعه غادي ندخلوا لكم صباغه بيو شي حاجه اللي رائعه ما كطيح الشعر شي حاجه اللي كتقدري ديريها في شعرك وما كتعمرش لك وجهك قريبا ان شاء الله غادي ندخلهم لكم حتى هما بيو معترف بهم من طرف وزاره الصحه شي حاجه اللي زوينه وطبيعيه 100% غادي يكون شي حاجه ديال الشيب غندخل لكم ان شاء الله برودويات زوينين غير صبروا عليا ان شاء الله غير سالي الصيف مور الصيف غيكونوا اما الريسيل ديال الشفران واللي كيقوي الحجبان راهم دخلناهم من المغرب ديجا كاينين فهذا انا ديما اي حاجه قبل ما كنرشو اخر مره ديك المره فسولتوني شنو هما ديك القريعه الصغيره ديك السامبلز ضروري كنجرب وكنشوف المنتوج كي داير زعما هو راه كلهم رائعين ولكن تنقارن ما بين مثلا 3-4 كنشوف فين هو اللي واعر فيهم واللي كناخذو هنا الحنه البنات ها هي الحنه قلبتها في هذه قالوا لي قلبيها في شي حاجه باش تبقى لك سخونه قلبتها هنايا في هذه البواطه هذه هي هذه حنه ما كتخلطي معها والو ما كديري معها حتى شي حاجه وكتعطيك داك اللون الحمامر اللي نقي ماشي داك الحمار اللي كيبان ماشي حتى له لا دابا تشوفوا راه درتها مره اللون خرج واعر ما درت لا خلاه تخليط على حتى شي حاجه انا غنديرها ان شاء الله يسالي شغالي غتشوفوا لي ما غنزيد معها حتى شي حاجه كيفاش غادي تطلع غنزيد معها فقط منتوج واحد باش شعري يخرج ليا ارطب فقط اللي هو اصلا تنشقق به شعري ايوا يا البنات يا البنات صافي حنا غادي ندير الكريمه غندير غير النص حيت هادي دبل عاقده بزاف صافي
تخلطوا يا الحبيبه هنايا توابل داكشي عا باش موراها غتشوفوا شنو غادي ندير معاه. غندخلو الفران غنلويه في الومنيوم اصافي غيطلع باش يجيني هشيش بزاف. ايوا هنا الدراري قالك ما تعطيناش اللحم كياكلوش اللحم بلا سافاري انت هي ولات بحالو رين ما كيبغيش اللحم كيقول لك لا ما ناكلوش. بعد ما تنكذب عليه تنقول ليه هذا راه ماشي اللحم هذا راه الدجاج كياكلو فخر كيعاقب ليا كيقول لي لا هذا راه اللحم ماشي الدجاج. صح يلا كلوا بصحتكم صحه وراحه. شو حبيبي شي الجو هانا الحيمه خصني نديرها في الفران. بغيتي الحيمه؟ نو انا عارفاك حاجتني عجب سولتي على اللحم. صافي هنا من بعد ما وجد لي اللحم غادي ندير بابي الومنيوم غادي ندير هذا الورق ديال المطبخ. ضروري البنات ورق المطبخ راه حاجه قال لك امراض الامراض بهذا الورق ديال الالومنيوم تيدير الامراض الخيبه الله يستر. يعني ضروري الواحد يدير بابي هذا ديال المطبخ ضروري ما تعكزيش فيه. صافي هنا درنا الحيمات درنا معاهم شويه ديك لاصوب ديالهم وغادي نسد عليه وغادي بعدا قبل منها غادي نعاود نزيد الملحه حيت كيدخل الفران كيشرب داك الملح وزدت عليه الزعتر. صافي وغنلوي المسائل ديالي وغادي نخشيه في الفران عاوتاني. قلت لكم البنات غندخل لكم العيبات واعرين غير فوت الصيف سبايغ غادي يكونوا سبايغ غادي يكونوا بحال هكا حنه طبيعيه اللي غتحيد لك الشيب غتحيد لك المهم شي حاجات اللي واعرين. بالنسبه للحنه البنات الحنه هنديه هنديه ولكن على حقها وطريقه ماشي داك الحنه اللي غادي تاخديها عشوائيه مقطعه ما تيكونش المهم تيكون عندها ضروري بواحد الطريقه ديالها. المهم خاصه نهضر لكم على هادشي عندي اليوم يعني نهضر لكم على المعلومات كاملين خصكم تديوش على عشاء قلبوا لي الدراري راسي ما بقاش عندي الاعراض ديال الشقيقه كملوا لي الدراري اللي بقى. المهم هنا البنات الحنينه اللي قلت لكم عليها غادي ندير القياس ديال واحد الربعه ديال بحال هكايا داك الصباغه ان شاء الله اللي غندخلها لكم حتى هي غادا تكون على شكل شامبوان شي حاجه اللي واعره صحيه ما عندهاش ضرك ما فيهاش مكونات اللي ضاره وما كديرش تساقط الشعر حتى ان شاء الله نهضر لكم على حتى هي كتصلح للعيالات والرجال. جوج ثلاثه صافي غير كتويلها في الغاده هذاك ربعه قولي ديال شي وحده عندها السالف. زيت شقاق الشعر هير جلو في السيروم غادي ندير القطرات اللي غنديرهم في شعري غنزيدهم هنايا باش شعري ما ياكلش الدق ولكن ماشي دابا حتى ندير الماء ندير الماء بل الشامبوان البنات اللي كيصبغ الشعر راه باختيار ديجا بدا فيه واعر. تخيلوا معايا كديريه في شعرك واخا ما كديري لا ليغون لا والو ما كيعمرش لك يديك الجبهه ديالك ما كيعمرهاش ليك حيتاش طبيعي ما فيهش مواد اللي مضره بلا ليغاش بلا والو ما كيعمر لك لا جبهتك كيغطي الشيب. بالنسبه لهاد الحنه هادي اللوين كتعطي لوين بلاد زوين والله حتى طلعت ليا زايده نغزى على داك الوصفه اللي وريتها لكم حيت داك الوصفه ما نكذبش عليكم هي زوينه ولكن كتنشف الشعر كتنشفو ديال بصح. دابا البنات اللي كيعانيو من الشقيقه اللي كيعاني عشان ملي كتشدني الشقيقه تتبان ليا على وجهي تنتغير في وجهي تيبان عليا العياء والارهاق. المهم اول حاجه الا وهي نجيبو انا واحد المعلقه عرفتو البنات تعبرت البارح تصدمت في راسي صراحه فتره وجيزه انا بان ليكم ضعافيت والله الا نقصت قسما بالله الا رحمه سيدي ربي رحمه سيدي ربي راه مبينيني شوفوا البنات هانتو شوفوا قداش وليت كلشي على الضحكه الضحك ديال اشرار. المهم غادي تشدي هنايا بحال هكايا واحد المعلقه صغيره ديال القهوه اي نوعيه ديال القهوه عندك وغادي تشدي هاد النجيمات اللي تيقولوا لهم نجيمات الارض عندهم بزاف التسميات غادي ديرهم بحال هكايا وغادا تدي تحرقي تحرقيهم بحال هكايا الحبيبه غيبداو يعطيوك واحد البخار خصهم يكونوا بحال هكا بجوج مع بعضياتهم غادي يبداو يعطيوك واحد البخار واحد الريحه هذاك التبخيره خاصك تشميها هانتوما شو نبداو دابا هاد ما يسمى بلاطه بسم الله على بركه الله ماشي حيت اصلا طاب تقولوا غير بغينا داك النشوه ديال
فاش غيطلع عفشيه الزعتر وعفشيه طاطري حشو فنه كيحمقني الزعتر في الفران. يا سلام عارف شو البنات الزعتر زاد داكشي بنه على بنه. شوفوا شوفوا داكشي كيفاش رطب. واو الله شي الريحه ديال داكشي كيفاش طالعه البنات. يا سلام البنات الفول حتى هو عشي الفول كيطلع على البنات مبخر والله الا طلع عليه مزيانات. صافي كبيدات فكيت الدراري واخا ما كلاو والو فقصوني والله تعصبوني ما كلاو حتى شي حاجه كلاو غير شويه. الله عفشي معانا عست الدراري غير باش نقول لكم باش المهم دابا درت الماسك في الصباح الا شتو درت القماش دابا درت الماسك في وجهي. بغيت غير نقول لكم البنات شتو لا كولور كيفاش دارت دايره الغسله ديال دابا شي 4 ايام كنت استعملت الحنه وشتو كيفاش طلع اللون اشي مع الشمس وواحد اللون واعر واعر بزاف. دابا غنبقى نديرها باش مره ماشي ديما غنديرها مره بحال هكا في جوج المرات في الشهر غير باش تعطيني كولور زوين يعني نبقى نجدد اللون غير بهذا الشيء هذا طبيعي. قلت لكم يا البنات واش غنقول لكم داك الوصفه فنه ديال الشقيقه بزاف جربت الحاجات الصراحه كاين اللي وراهم ليا من العائله كاين صحاباتي وداك الشيء كاين هذه صدقات ليا واعره كما قلت لكم تجرب تسولوا على طالع داك النجيمات راكم كطيبوا بهم نجيمات ما عقلتش شنو كيقولوا عندهم سميات بزاف كيقولوا من نجيمات الارض نجمه الارض شي حاجه بحال هكايا عندها بزاف شي 4 سميات وكتخلطوا معاهم القهوه من الاحسن ديرهم في المباخره انا راه كانت ودر ليا الفاخر عباش لقيتو كديري داك الفاخر كديري عليها تفرتي فوق منها وكتبقى تطلع داك الريحه وتي تنشقيها كبيدات. يلا سالي الدوش يا خصي يا خصي يا خصي هادي واحد الريحه راه مايمكنش لك الحشره البنات. شوفوا هادي شوفوا يديك واش ضعاف والله تطيحت الوزن ديال بصح العار فرحت بزاف عرفتوا علاش البنات لانه الصيف كتبغي تلبسي كسيوات. شوفوا البنات هنايا شوفوا هنا شوف واو البنات العار فرق شاسع الصراحه هادشي من هنا تعرفوني انا من هنا شوف شوفوا انتو والله الا تعافيت هانتي يا خصي يا خصي يا خصي العشا البنات بكري قلت لكم البنات العشا بكري راه نعمه كرشك تتبقى مرتاحه العشا بكري دابا غنخدم بحال هكا شي صليده شي حاجه بحال هكا في الليل. يا سلام صافي هنا الفول هاهي هذا كوار صغيور هنايا لاصوب حتى هي صافي هنا حطيت البغشيره عشاه انا تعشيت الله يجعل شي بركه. غير بغيت نقول لك شفتوا البنات وجهي كيفاش بان منور عرفتي راه العنايه راه هي كلشي. صافي وهنا البنات غنخلي لكم برومو البنات كيسولوا بزاف اسي يجيبوا لنا برومو من عند بودي غلو جبت لكم برومو خليكم معايا في نهايه الفيديو. لك بيدات قلت قبل ما نسد لكم الفيديو قبل ما نسد لكم الفيديو البنات برومو كود ها هو سليم ها هو البرومو كود جبتو لكم بلاص قالوا لي اسيا عافاك جيبي لنا من بودي غلو برومو كود ديال لاغام انقاص الوزن ما شاء الله ما شاء الله عشرة طيحت بزاف باختيار وصل النتيجه اللي بغاها حتى تقول حتى نقول لكم شحال ولا في 10 زاد ضعف زاد ضعف وحتى نتوما غادي تشوفوا غنحط لكم واحد الفيديو ان شاء الله اللي غادي تشوفوا فيه قبل هو انه انا تصدمت في راسي طيحت علاش لانه بحال تصدمت كنقول ناري الدواء دايرها ليا الكيس الدواء ديال الكيس زيد عليها وليت كناكل مؤخرا في داك الوقيت اللي قلت لكم دابا دازت على تقريبا شي شهر وزياده كنت ناكل بالليل بزاف الحلوى وليت كناكل الحلويات كناكل اي حاجه طاحت ليا في بالي كناكلها في اي وقت ما عنديش وقت لا غدا بغدا عشاء بعشاء في اي وقيته قال لي راسي كناكل وزيد عليها السفر منين سافرت كنت مشيت للمغرب في رمضان كاين التغلاق مسمم داكشي ما كاينش حباسات صافي داكشي علاش خصكم تزادش فطيحت بزاف هذا راه غير فضفاضه هذا التريكو هذا حتى ان شاء الله حتى هذا جاني ولا كيبان عليا كبير بزاف البنات قلت لكم حتى نوريكم ان شاء الله قبل ما غنسافر باذن الله غنتعبر وغنوريكم شحال ولات فيا عاد باش غنوريكم حتى باختيار شحال ولات فيه هو بصراحه
مازال ما بغاش يحبس، هو راه وصل لنا شي اللي بغا ولكن مازال ما حبسش. علاش؟ قال لك عجبني راسي غادي وكنضعف وكنحس بالرشاقه والخفه. وغنخلي لكم حتى في الاخر الفيديو لي فيدباك ديال البنات اللي جربوا بودي جلو دابا، وغتشوفوهم ردود الفعل ديالهم اللي الصراحه تصدموا في راسهم. كاينه وحده قالت لي عشيت خليت عندي الخاص في الانستغرام، قالت لي اسيا درتي فيا واحد الخير، قالت لي عفشي كرشي كنت ما كنعش بالليل معذباني، قالت لي والله حتى داك الشيء واعر. وحده دخلت عندي قالت لي عفشي راه الفاني در قطع لي الشهيه، ما بقيتش كنبغي ناكل، وداك الشيء زعما داك الماكله تغلاق، حيت كاينين الناس كيفاش تيتزادوا كيبقاو ياكلوا ما كيقدروش يحبسوا، يعني عندهم الشهيه مفتوحه فوق اللازم. وكاين اللي ما عنده لا شهيه مفتوحه لا والو، قادي يشوف داير بحال هكا. فلا بغيتو تضعفوا ويبان عليكم النتيجه، خذوا لا غام كامله. كما قلت لكم كاينين كيسولوني شحال ناخذ ديال لا غام، كل واحد من جسد الى جسد يختلف، من جسد الى جسد يختلف. دابا انا راه بديت في لا غام الثانيه، يعني راه دخلت في لا غام الثانيه، يعني على حسب تتوصلي النتيجه ديالك تحبسي. ومن جسد الى جسد يختلف، كل واحد ودمو كيدير. بحال باختيار قلت لكم راه شرب شي ربعه ديال لي غام، ربعه ديال لي غام، وانا دابا داخل في الخامسه. هذا هو اللي كاين، حيت كريم كاين كريم وكاين اتاي وكاين الكريم وكاين اتاي وكاين الفانيد داك هذا لي جيلول، هذا هو اللي كاين البنات الكبسولات. المهم البنات اللي باغين اول تعليق تاع البرومو كود انا نشوف لكم عاوتاني ديروا غير سليم، كاينه ناقص 15% الا خديتي لا غام كامله، الا خديتي لا غام كامله ناقص 15%، ما فوق غام يعني خديتي جوج ديال لي غام لا ليفريزون فابور زائد ناقص 15%، يعني عندكم جوج ديال الحاجات اللي زوينين، يعني لا ليفريزون فابور وناقص 15%. كما قلت لكم الا خديتي من فوق 150 اورو، يعني المهم تكملي غير 150 اورو، يعني عندك لا ليفريزون فابور ناقص 15%، يعني خديتي دو غام عندك جوج ديال ناقص 15%، ماشي غير على وحده. خديتي ثلاثه ديال لي غام ناقص 15 ناقص 15 ناقص 15 وزائد لا ليفريزون فابور. البنات اش بغيتو؟ المهم انا جبت لكم الهوسه ولا غام البنات راه داويه على راسك، كتحسي بالراحه في كرشك، كتحسي براسك مرتاحه، زائد انه الكريم كيعاونك. يعني البنات قلت لكم كريم دهنوه في البلايص اللي عندكم فيه الشحمه كيخدم، يعني لا غام راه واعره صراحه، ما غتلقاوش بحالها في بلاصه اخرى. المهم البنات تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، ها واحد البوسه لكم، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم، ما تنساوش تتابعوني حتى في الانستغرام وديروا مشاركه للقناه لانه جاي حاجه زوينه ان شاء الله.